ابراهيم عب المخزن والجعبي والله الحمد لله رب العالمين، يعني لقيت وفاء وصدق من جميع الناس لابراهيم، وهذا بدل انه ابراهيم الحمد لله رب العالمين كان صادق وصدوق. الحمد لله رب العالمين كان صادق مع رب العالمين، صدقوا الله فصدقهم، هذه اول شيء. ثاني شيء كان صادق بالنسبه لابناء شعبه، كان ابراهيم حابب انه ابناء شعبه يعيشوا بكرامه وعزه، فابراهيم ضحى بروحه لاجلهم، وانا حاسه انهم هن مستعدين يضحوا بارواحهم لاجل مسجدنا الاقصى ومسرى رسول الله ولاجل شهدائنا اجمعين، والله يكرمهم يا الله. وحاسه بالوفاء بالذات بنظرات الاطفال الصغار، هذول ما شاء الله عنهم، هذول رمز العطاء والوفاء، وان شاء الله تعالى النصر والتحرير راح يكون على ايديهم بامر الله. الله الماني الله